بس انت عندك بتبقي الاحتراف على الانتماء، ممكن يعني ممكن ترجع للزمالك تلعب فيه تاني؟ تبقى صعبة شوية، تبقى صعبة شوية لأن أنا وعيلتك بقى يقوموا راجعين زملكاوية تاني. هقول لك ليه تبقى صعبة شوية، لأن أنا اتحطيت في مكاني دلوقتي مثلا اللي أنا فيه. الناس بتحبني، يعني أنا الحمد لله جمهور النادي الأهلي كله بيحبني، وأنا ربنا يعلم حبي ليهم عامل إزاي. طب ما جمهور الزمالك كان بيحبك يا أكيد إيمان. ماشي، أنا ما قلتلكيش إن أنا بكره جمهور الزمالك. جمهور الزمالك على عيني وعلى راسي طبعا. بس الاحتراف أهم، أولى، الاحتراف أهم. أبقى. لا بس دلوقتي أنا مع النادي الأهلي، ما بفكرش في أي حاجة غير في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله ألعب كأس عالم بإذن هو الله. اللي مع النادي الأهلي مش المفروض يفكر في أي حاجة برضو يا إمام يعني. النادي الأهلي طول ما أنت بتلعبي في النادي الأهلي فكري في أي حاجة، أي حاجة هتخيليها هتعمليها في النادي الأهلي، جوه النادي الأهلي. في أي حاجة في النادي الأهلي هتعمليها. اشرح لي إحساسك أول مرة لبست الفانيلا الحمراء. لا طبعا أنا كنت مبسوط جدا اليوم ده، لأن أنا عارف إن الناس لا كلمني على إحساسك، زملكاوي أصيل عمال يثبت ولاءه لنادي الزمالك وبيشتم في النادي الأهلي وفجأة بقى لابس الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الأهلي، ما أنا قلت كانت لك، عاملة إزاي؟ أنا قلت لك النادي، يعني النادي الأهلي، أنا لما رحت لقيت الناس بتحبني، أو أنا حبيتهم. إحنا يعني أنا ما كنتش أعرف أول يوم ليا تصوير ده، أنا حسيت إن أنا بقالي كتير هنا في النادي من حب الناس ليا ونظرتهم ليا. فبالطبع ان انا المفروض كانوا فرحانين بيك؟ لما اكيد لما الاقي حد بيحبني فاكيد انا لازم احبه. ما كانش في حاجز نفسي؟ لا خالص والله، اللي يشتريني هشتريه. للدرجه دي محترف؟ اللي يشتريني هشتريه. ولا زعلت ان الزمالك عشان حسيت ان هم باعوك او انك ما لا لا خالص، لا لا لا، عيبوني ليه ورجعوا تاني يكلموني. كابتن رضا عبد العال قال كلها 3 شهور وتمثال العجوة والعسل اللي عاملينه له يسيح. ايوه، عشان كده واخد 3 كاس عالم واخد بطولتين مع النادي الاهلي، والحمد لله الحمد لله مساعدة زمايلي طبعا، عشان كده زي ما هو بيقول احنا هنا في مصر. انت طلعت رديت عليه قصفت جبهته وقلت له يا هجاص. احنا دايما في مصر هنا بنحب الشو، بنحب الضحك، ان ما بلاقي اي حد بيقول اي فيه فخلاص هركز معاه، فهو ده موجود. عشان كده مع احترامي للكابتن رضا عبد العال طبعا انا بحبه، بس هو فعلا بيضحكني، يعني هو فعلا في حاجات بيقولها بيضحكني. هو مر برضه بتجربه شبه تجربتك شويه. لا لا، راح من الزمالك للاهلي. اوكي، في فترته زمان. يعني هو عدى بتجربه مشابهه، بس يمكن انا اصعب شويه. ليه اصعب؟ أكيد عشان الظروف اللي أنا مريت بيها عشان أنت اللي اخترت. أكيد هو طبعا، هو النادي باعه، أنت اللي اخترت، أنت اللي خدت القرار وخدت الخطوة. أنا اللي خدت القرار طبعا. ليه وصفته بالهجاس؟ أنا قلت لك علشان هو الناس عندنا هنا بيحبوا الترند، بيحبوا إن أنا مثلا لما الاقي حد بيقطع في حد او مثلا حد بيتكلم على حد، فانا لا انا اخش اشوف عشان اضحك، فهو موجود عشان كده. يعني الكابتن رضا مع احترامي ليه ومع احترامي لتاريخه، انا بحبه والله والله العظيم، ما في حاجه من جوايا الكابتن رضا عبد العال انا بحبه جدا، بس انا اذا ما هو طلع يتكلم عليا عادي انا قلت عليه هجوس. هو فعلا هجوس، بس هو محلل ونجم كروي كبير واكبر منك في السن، ومهنيا من حقه يقول رايه وعنده ماشي. تجربه لما هو وخبره. اكبر مني في السن، لما هو اكبر مني في السن ما بتقفش انت عند الحته دي. لا زمان انا بحترمه هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه، يعني على مستوى الشخصي. بس محلل ماشي. اوكي، بيتكلم عن لعيب كوره ماشي، وانا طب ما انا لعيب كوره عادي، ايه المشكله؟ يعني ما انا الاقي حد بيهاجمني بيحلل وانا الموقف. قلت ايه؟ بيحلل الموقف. انا قلت ايه برضه؟ يعني انا يا قلت هجاص. ايه المشكله يا هجاص؟ اتشهر بيها اكتر ما اتشهر بيها. انت اللي شهرت كابتن رضا عبد العال بسبب الكلمه. لا الكابتن رضا مشهور. لما قلت له يا هجاص؟ لا طبعا الكابتن رضا مشهور. و قلت لي الدكتور النفساني علمك ايه؟ لا لا والله والله ابدا، يعني انا فعلا انا بحب الكابتن رضا عبد العال والله، ما في حاجه من نيتي، بس في كلام بيقوله ما ينفعش اقوله، مش عليا انا بس، على في لعيبه تانية. يعني انا مثلا ما بتاثرش بالكلام ده مهما يتكلم من هنا لبكره، في لعيبه تانية ما ينفعش ان هو يطلع يتكلم عليهم لان هم بياخدوا جواهم، فبالطبع ما يعرفوش يركزوا في الملعب. انا كده بيتاثروا، في ناس بتتاثر. انت ما بتتاثرش خالص. عشان بترد؟ لا والله حتى لو ما ردتش والله ما بتاثر بحاجه خالص والله.
اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.